لطالما أرقتنا هذه المشاهد لعجلات مرمية شوهت المحيط. الطالب قريشي مولاي فكر خارج الصندوق وتخرج بمشروع لإطالة عمر العجلة، تحصل بموجبه على براءة اختراع. يعني بدأت فكرة المشروع تاعنا اللي هو تجديد العجلات، الروشاباج دو بنوماتيك، تجديد العجلات من خلال يعني دراسة إحصائية توصلت إليها الوكالة الوطنية للنفايات. هذا يعني حيث قدرت الكمية نتاعها المرمية في الـ في الـ في, الـ في البيئة، قدرت حوالي 318,000 طن سنويا مرمية في البيئة. يعني جاتنا الفكرة من هذه، قلنا كيف هذا الأمر يعني، ونظرا لتحلل لهذا المطاط بشكل طبيعي يأخذ 1000 سنة لكي يتحلل بشكل طبيعي، يعني ارتئينا ان نقوم يعني بحل بيئي لهذه المعضله، الا وهو تجديد الاطارات، يعني تجديد يعني زياده عمرها الاستخدامي او الاستعمالي من خلال يعني تجديد المداس الخارجي للاطار ووضع وتركيب اطار مداس جديد لهذه العجله باستخدام احدث التكنولوجيات في هذا الامر واستخدام الفلكنه اللي هي بالحراره. رغم ان الفكره والاختراع له فوائد كثيره اهمها الحفاظ على البيئه، الا ان الطالب قريشي لا يزال مشكل التمويل عائقا امامه. في المشروع نتاعنا استخدمنا من جوانب يعني من جوانب تزكريا المشروع، استخدمنا الجانب التكنولوجي وهو تطبيق الكتروني يساهم في تسهيل العمليه تاع المؤسسه وعلى الزبون في نفس الوقت. يعني في الابليكاسيون تاعنا سميناه ريتراز فولوشن، استخدمنا هذا الذي يعني هو بالانجليزيه يعني ثروه التجديد، طوران تاع التجديد. وهذا يعكس رؤية المؤسسة يعني وتوجهها الاستراتيجي في ورغبتها في التغيير يعني. بالنسبة للمشروع تاعنا وصلنا للخطوات الأخيرة فيه كاملة، يعني تحصلنا على وسم لابل اللي هو يسمح ب يعني درجة تميز في ولكن تبقى مشكلة واحدة وهي نظرية التمويل. يعني في قضية التمويل هناك يعني إشكال. طموح قريشي لن يتوقف هنا، بل سيتعداه إلى ما هو أكثر لو لقي الرعاية والاهتمام.